هنبدأ بقى نشرح أشكال التفاصيل المعمارية اللي أنت ممكن تشوفها أو اللي إحنا بنشوفها في اللوحات المعمارية. يعني مبدئيا كده يا باشمهندس، الحوائط، تمام؟ مثلا ديت عندنا تقاطع، مثلا حائطين، فبتلاقيهم في البلان إن هما الحوائط بتبقى مفتوحة على بعضها، يعني الحوائط مفتوحة على بعضها، بخلاف الإنشائي بيكون الكمرات ليها وضع مختلف يعني نبقى نتكلم عليه، خلاص؟ فأنت دايما هتقرأ هتلاقي الحوائط دايما مفتوحة على بعضها في البلان، طبعا اللوحات المعمارية، خلاص. برضو يا باشمهندس، في اللوحات المعمارية بيتم تهشير الحاجة اللي بنقطع فيها، تمام؟ طيب هتقول لي يا باشمهندس احنا بنقطع في منسوب نص الدور، فبنقطع في الأعمدة وبنقطع في الحوائط. طيب احنا يا باشمهندس في اللوحات المعمارية بيتم القطع في العناصر الحاملة للمنشأ، بمعنى أنا عندي عمود أهو متهشر يا هندسة، طب الحيطة، هل الحيطة حاملة للمنشأ؟ لا، يبقى الحيطة هتترسم بخطين تقال زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين كده الحائط بترسم ايه؟ خطين، الحيطة بتترسم خطين، انما الأعمدة هتلاقيها متهشرة، يبقى الأعمدة سواء معماري أو إنشاء بنهشر الأعمدة، خلاص؟ طيب نقطة كمان، بنحط في بيبقى في موجود في نص الحوائط محاور، يعني النقط ده يا باشمهندس ده بيكون محاور بتحط في نص الحوائط، خلاص؟ المشروع اللي هيجي لك يا اما هيكون فيه محاور او ما فيهوش محاور، برضو عشان الامانه ده اللي بيحصل، تمام؟ اوقات بيجي لنا المشاريع بيكون فيها محاور، المحاور بتكون في نص الحوائط، يعني هتلاقي في نص كل حيطه محور، المحاور ملهاش علاقه بالاعمده عشان في ناس بتلخبط بالنقطه دي، تمام؟ المحاور ملهاش علاقه بالكمرات، لا المحاور دي حاجه معماريه، خلاص. يبقى اللي بالاسمر ده حوائط، اللي بالاحمر ده يا باشمهندس محاور موجوده في نص الحوائط، خلاص. لو يا هندسه المشروع جاي لك ما فيهوش محاور، انت يا هندسه كانشائي انت اللي بتحط المحاور. طب لما تيجي تحط المحاور كانشائي بنحطها في نص الحوائط، مش ملهاش علاقه بالكمرات وملهاش علاقه بالامن، خلاص. طيب برضه يا هندسه، لما تيجي تقرا اللوحات، انت دلوقتي لو عندك شباك، الشباك بيكون شكله زي ما انت شايف كده، بيكون خطين تقال كده، يعني مثلا احنا قاطعين هنا اهوت، فبصين لتحت بنشوف يا هندسة الشباك في البلان كأنه خطين بالشكل ده، الشكل ده لما تشوفه اعرف ان ده شباك. طب ده مهم في ايه يا هندسة؟ عشان ما ينفعش تروح تحط عمود هنا مثلا، خلاص، في نص شباك او كده، تمام؟ هي دي بقى مراعاة المتطلبات المعمارية وكده. طيب الابواب، لو انت عندك باب بيبان في البلان بالشكل ده، ده شكل الباب اهوت، درفة الباب، تمام؟ وده بيبقى فيه شكل كده يا باشمهندس اللي هو مسار الباب، تمام؟ بيتعمل مسار الباب بالظبط ليه؟ ده بيفيدنا عشان لو احنا مثلا عندنا عفش، مثلا عندنا حاجة ما ينفعش نحطها في مسار باب، فاهمني؟ ما ينفعش تروح تحط فرش في مسار ايه؟ في مسار باب. طيب بالنسبة للسلالم بنقراها ازاي كمعماري؟ ده شكل السلم المعماري، يعني ده شكل السلم في الحقيقة بعد التشطيب، تمام؟ لو انت باصص من فوق لتحت كده يا هندسه بنشوف ايه؟ طبعا السلم بيكون الاول خرسانه، يعني ده كده خرسانه، وبعد كده بتحط فوق ايه؟ رخام، تمام؟ وبيكون الرخام بارز منه جزء كده حوالي 4 سم، خلاص؟ طيب فلما تيجي تبص، بص لتحت كده يا هندسه، احنا قطعنا وبصين لتحت، هتشوف ايه الاول؟ تمام؟ إيه طبعا هنشوف ال هنشوف يا هندسه الخط بتاع الرخام ده باين، يعني هنشوفه خط، يعني هنشوف الخط ده خط، تمام؟ طب الجزء الخرسانه لازم توريه، يعني لازم الانشاء يوري لك برضو مكان الخرسانه، فبيعمل لك الخرسانه منقطه لانه مش شايف، لما تيجي تبص لتحت هو مش شايف الخرسانه ديت يا باشمهندس، ليه؟ هو شايف رخام، فشاف خط الرخام الاولاني، طب خط الخرسانه اللي هو الثاني اللي بعده ب 4 سم هو مش شايفه، تمام؟ فلازم ولازم يبينه، فبيروح يخط يبينه ان هو ايه؟ خط هيدن، خط منقط، تمام؟ فديت حاجة مهمة جدا. احنا مثلا لما نيجي بقى نعمل السلم في الانشاء بنعمل ايه؟ طبعا بنقطع ونبص لفوق. طب لما نقطع ونبص لفوق، مبدئيا الرخام ملوش علاقة بالشغل الانشائي، فبنشيله بنمسحه، يعني حتى لما نيجي نعمل نظام انشائي للسقف بتاعنا بنشيل الابواب، بنشيل الشبابيك، الكلام ده، نشيل الرخام. فلما تشيل الرخام ده هيتشال يا هندسة، الخط اللي هو السوليد ده هيتشال، هيبقى الخط الهيدن، هل هعمله هيدن ولا هعمله سوليد؟ انت باصص لفوق، هل انت شايف الخط ده؟ مش شايفه، انا شايف بس ايه الخط ده، تمام؟ فبرضه عشان انا مش شايفه برضه هرسمه هيدن، فاحنا بس بنشيل في الانشاء بنشيل الخط ايه؟ الخط ده اللي هو السوليد بنشيله، خلاص يا هندسه؟ طيب لو احنا بقى انت جاي لك قطاع، يعني لو انت دلوقتي انا كنت بتكلم لو انت جاي لك بلان اقراه ازاي؟
تمام، هتشوف الشكل ده، هتشوف العمارة متهشرة، هتشوف محاور، هتشوف شبابيك، هتشوف ابواب، ده شكل السلم. ما اعتقدش هتشوف تفاصيل تانية يعني، ديت معظم التفاصيل. اه هتشوف فرش طبعا، ولكن الفرش معروف شكله يعني، لو انت محطوط كنبة او محطوط كرسي الكلام ده انت عارفه يعني، مش هجيب لك، مش هشرح لك الكلام ده. طب لو انت جاي لك قطاع بقى، تمام، زي ما قلت لك انت بيجي لك يا اما ايه واجهات، هيجي لك واجهات في اللوحات المعمارية، قطاعات، بلانات. الاهم البلانات، وعرفنا ازاي نقرأها، تمام. طيب الواجهات خلاص، الواجهات بتبقى شرح نفسها. القطاعات بقى، اقرأ القطاع ازاي، تمام. القطاع يا هندسة، وكل القصة في القطاع ان هو بيكون قاطع لك في مكان في المنشأ، تمام. يعني مثلا هنا، هنا يا باشمهندس مثلا، هو قطع لك هنا في الجزء ده وباصص لك كده، يعني بيقول لك ايه اتجاه السهم، المكان اللي هو باصص فيه، تمام. فهو قاطع لك فين يا باشمهندس؟ قاطع لك في النص هنا، في نص الشباك كده، تمام. قاطع لك هنا كده يا باشمهندس، وهيبص الناحية دي، فالمفروض يشوف ايه؟ ما تبصش هنا، انا عايزك انت تتخيل المفروض هيشوف ايه. مبدئيا هيشوف السقف، صح، هيشوف الكاميرا، هيشوف ايه جزء من الحيطه، هيشوف العتب، ده العتب يا هندسه، عتب الشباك، تمام. وبعد كده هيشوف ايه، هيشوف شباك فاضي، وبعد كده هيشوف ايه حيطه، تمام. طيب عتب الشباك ده يا هندسه، بمناسبه عتب الشباك، انت دلوقتي مثلا عندك الكاميرا 50 سم، 50 سم، تمام، سمكها 50 سم، انت عندك بعد مثلا الشباك عن السقف 1 متر، خلاص. فهيتبقى ايه؟ هيتبقى جزء كده يا باشمهندس، يعني هيتبقى جزء، الجزء ده طبعا هيكون فيه حوائط. الحوائط دي انت هتشيلها ازاي؟ طبعا الشباك يا هندسه، الشباك ده بيكون خشب، يعني الشباك ده بيكون خشب او الوميتال او ايا كان، ما ينفعش تروح تشيل الجزء الحوائط ده عليه، ممكن يتكسر، تمام. فبنروح نعمل له عتب. العتب ده بيكون بيكون زي كاميرا خرسانيه بالظبط، هو بيكون كاميرا خرسانيه بالفعل يعني، بس ابعادها بتكون 10 سم في 10 سم، يعني بيكون ايه مربع كده، ارتفاعه 10 سم وفي عرض 10 سم، وبيتحط فيه اسياخ حديد زي الكاميرا بالظبط. وفي ناس بتصممه على فكره، هو مش مستاهل يعني، بس في ناس بتصممه يعني، لو عندك شباك مثلا 2 متر ولا حاجه، اه كده انت محتاج تصممه يعني، وتشوف ايه هيكون عليه. طبعا هتشوف، هتحسب احمال الحوائط ديت، وهتشوف والانود بتاعه، وتشوف عليه عزمه قد ايه، وتحط ايه 3 اسياخ مثلا فاي 16 او سيخين فاي 16 كده يعني، تمام. وطبعا بيكون في هنا رفرفه من هنا ومن هنا، لا تقل برضو ايه عن 10 سم، عشان تكون ايه شايله يعني ايه الدنيا، خلاص. ده العتب. واوقات ساعات بنستغنى عن العتب لو الكاميرا واصله لغايه ايه، واصله لغايه الشباك. يعني في الغالب هنا في مصر مثلا بنعمل الكاميرات 70 سم، تمام. ليه بنعملها 70 سم؟ عشان تكون واصله للشبابيك، خد بالك. يعني مش شرط ان نختار ابعاد الكاميرات عشان يعني عشان السمك الستين مش موفي، لا لا، السمك الستين موفي وكل حاجة وسيف وكله تمام وبناء على الكود وكل حاجة، بس احنا عاملينه 70 عشان يعني نريح الدنيا، يعني نريح نفسنا من موضوع العتب والكلام ده، خلاص. المهم نرجع لموضوعنا، فاحنا قاطعين هنا يا باشمهندس. طب خلينا نبص كده يا باشمهندس في الاليفيشن كده او في القطاع، نشوف احنا الكلام اللي احنا قلناه، ادي فعلا السقف اللي احنا قاطعين فيه، وبعد كده ادي الكاميرا اللي احنا قاطعين فيها. خلي بالك قلت لك الحاجه اللي بتقطع فيها بتتهشر، الحاجه اللي بتقطع فيها بتتهشر، تمام. القطاع بقى هنا كنا بنقول ايه، هنا في البلان بنهشر عناصر الحمله بس، يعني ما بنهشرش الحوائط، في القطاع بنهشر الحوائط كمان، تمام. فده تهشير الحوائط، خطين جنب بعض كده، وبعد كده فاصل كبير، وبعد كده خطين جنب بعض، تمام. فعلا انا لما قطعت هنا تحت الكاميرا في ايه شويه حيطه، وبعد كده هندسه في كاميرا خرسانيه اللي هي بتاعت العتب، تمام. هو هنا كان عاملها ايه 25 سم، ماشي. طبعا انا كنت قلت لك 10 في 10، ده بناء على ايه يعني، بناء على هنا في مصر مثلا بتلاقي الحوائط زي ما قلت لك، يا اما 12 سم يا اما 25 سم، تمام. وهنا عامله 25 سم، 12 سم ديت الحيطه عمليا بتجي لك 10 سم اصلا، فبنعمل العتب يعني تنفيذيا بيكون 10 سم. المهم بعد كده يا باشمهندس شفت شباك اهوت، وبعد كده شفت ايه حيطه تحت تاني، خلاص. مش بنقطع في الاساسات، احنا بنقطع في المعماري بس، خلاص. طيب لو قطعنا هنا يا باشمهندس وبصينا كده، هتشوف ايه؟ هتشوف ايه مبدئيا؟ ادي الحدود ديت، هتشوف الشباك ده زي ما احنا شايفينه كده بالظبط، هتشوف شكل العتب، بس مش هنرسم بقى ايه، مش هنرسم عتب الشباك يعني، يعني هيبقى دي كلها مفتوحة على بعضها كده. طب وهنا هتشوف ايه؟ هتشوف القطاع ده اللي هو كاميرا بلاطة، كاميرا
حيطة، عتب، شباك، حيطة. خلاص يا هندسة. طيب يبقى احنا كده يا باشمهندس ديت اشكال التفاصيل المعماريه، تقدر كده ان شاء الله تقرا ايه اللوحات مفيش مشكله. تمام. طيب نيجي بقى لايه، للخطوتين التانيين اللي هو انواع المنشا بتاعك. ممكن المنشا زي ما قلت لك ممكن يكون سكني او تجاري او الكلام ده، فخلينا نشوف تصنيفات المنشات وكذلك الادوار، ممكن تكون سكنيه او تجاريه او جراشات او كده. خلاص، وزي ما قلت لك النقاط الباقيه بقى شرحها نفسها. فخلينا نشوف النقطه ديت انواع المنشات. طيب في عدة تصنيفات للمنشآت، يعني نقدر نصنف المنشأ حسب عدة ايه؟ حسب عدة امور. يعني مثلا حسب النظام الانشائي. يعني ايه حسب النظام الانشائي؟ يعني هندسة في مباني اسمها مباني حوائط الحاملة. الحوائط الحاملة يا باشمهندسين هي بيبقى مبنى زي المباني اللي اتكلمنا عليها، ولكن ما بيكونش فيها اعمدة. يعني هي الحوائط هي اللي بتكون شايلة السقف. خلاص، ده نوع شائع موجود في المدن، في عفوا في القرى الصغيرة، يعني في الأرياف. هنا في مصر لسه بيعتمدوا على النظام ده، ولكن في السنوات الأخيرة ما بقوش قوي يعتمدوا على النظام ده. ليه؟ مبدئيا الطوب بقى غالي، يعني الطوب ما بقاش رخيص زي زمان. عفوا، طبعا النظام ده كانوا بيلجأوا له زمان لأنه موفر. تمام، أنا مثلا عايز أعمل منشأ دورين. خلاص، أنا هقعد في دور مثلا وابني هيقعد في الدور التاني وخلاص. أعمل ليه بقى أعمدة وأساسات وقصة كبيرة؟ تمام، مريح دماغي وايه، والغي موضوع الاعمده، وكان الطوب رخيص اصلا. تمام، وخلاص. فكانوا بقى ايه، بيلجأوا للموضوع ده، ولكن دلوقتي زي ما قلت لك الطوب اصلا بقى غالي. طيب عفوا نكمل. فزي ما قلت لك كان دلوقتي الحوايط بتبقى الطوب بيبقى غالي اصلا، فتلاقي التكلفه اصلا يعتبر مش الفرق كبير يعني. خلاص، فما بقاش منتشر قوي دلوقتي، ولكن هو نظام موجود. الحوائط هي اللي بتشيل السقف. خلاص، مش شرط يكون في كاميرات بقى هندسة، لان الحوائط هي يعني بتكون مكان الكاميرات. ممكن يعني ساعات بيتعمل مخدة كده بتبقى سمكها 25 سم وخلاص. خلاص، النظام ده رخيص طبعا ومناسب، ممكن يوصل معاك ل4 ادوار ولا حاجة. تمام. طيب النوع التاني طبعا هي المنشآت الهيكلية بتاعتنا بقى، أو تسمى السكيلتون تايب. المنشأ ده بيكون البلاطة متحملة على الكاميرا، والكاميرا متحملة على العمود، والعمود متحمل على الأساسات. خلاص، وده هيكون طبعا محور شغلنا. خلاص، طيب يبقى ده أول تصنيف حسب النظام الإنشاء. فخلاص يعني يعتبر التصنيف ده احنا حاسمين إن المنشأ بتاعنا هيكون إيه، مبنى هيكلي. يبقى ده أول حاجة. تاني حاجة، التصنيف حسب استخدام المنشأ. ممكن يكون منشأ سكني، ممكن يكون منشأ تجاري صناعي، منشأ مثلا منشآت مشتركة، يعني مثلا ايه، في جزء منها سكني وجزء منها تجاري. تمام، وانا اقول لك هنا تختلف تلك المنشآت في تصميمها، حيث يختلف الحمل الحي وكذلك حمل الماكينات والجراشات. خلاص يا هندسة. طيب، فطبعا لازم أن تكون فاهم وعارف نوع المنشأ اللي انت هتصممه الاول. خلاص، يبقى مثلا وليكن انا مثلا معايا فيلا سكنيه عباره عن دورين وملحق. تمام، فانا خلاص يبقى المنشا بتاعي سكيلتون تايب، منشا سكني. ده اول حاجه انا حددتها، انا دلوقتي يعتبر بقرا لوحات معماريه. تمام، برضو في تصنيف حسب ارتفاع المنشا. تمام، في منشات منخفضه الارتفاع بتبقى من مثلا من دور ل3 ادوار زي الفيلا مثلا. تمام، في منشات متوسطه الارتفاع نقدر نقول مثلا من 3 ادوار ل10 ادوار. في منشات نقدر نقول بقى اللي هي هاي رايز بيلدينج ديت من 10 ادوار وانت طالع بقى يا باشمهندس، او ازيد من 10 ادوار. خلاص، طب ده بيفرق في حاجه في التصميم؟ ارتفاع المنشا ده بيفرق في حاجه؟ هو في الحقيقه بيفرق في ايه بقى؟ المنشا المنخفض ده انت مش محتاج تصممه على الزلازل والرياح اصلا. خلاص، ولكن دلوقتي مثلا وفقا لتحديثات الكود السعودي، لو المنشا دور واحد بس، فيلا دور واحد بس، لازم نصممها على الزلازل والرياح. هنا في مصر بيفرق طبعا، لان احنا المنشآت مثلا لغايه مثلا وليكن 5 ادوار ما بنصممهاش على زلازل. فوق ال5 ادوار بنبدا نصممها على زلازل. تمام، طيب نصممها على زلازل بقى، يبقى مثلا هتحط بقى نظام يشيل الزلازل، ممكن تحط حوائط قص، مش عارف ايه الكلام ده. فده اللي بيفرق، ارتفاع المنشأ ده بيفرق في كده. خلاص، انما ما قلت لك في السعوديه احنا دلوقتي لو فيلا واحد، لو فيلا دور واحد حتى بنصممها على الزلازل.
بس برضو ارتفاع المنشأ بيفرق معانا. يعني مثلا لو جاي لك برج في السعودية ازيد مثلا من 10 ادوار او مثلا يعني كبير شوية، مثلا نقدر نقول فوق الـ6 7 ادوار، نبدأ بقى ايه نفكر ان احنا نحط حوائط قص تقاوم معايا. تمام، فحتة ان انت ترتب دماغك من حيث الارتفاع ده مناسب مهم يعني. خلاص، طيب في برضه تصنيف حسب المواد المستخدمة. في طبعا عندي ممكن يكون منشأ خرساني، ممكن يكون منشأ معدني، ممكن يكون في منشآت خشبية، وفي منشآت كومبايند خرسانة وإيه أو كومبوزيت، عفوا كومبوزيت ستراكشر. المنشآت دي مهمة جدا، تمام، بتكون مزيج ما بين الخرسانة والستيل. تمام، ديت بقى بنستخدمها في المنشآت اللي فوق الـ70 دور بقى، المنشآت العملاقة شوية. تمام، احنا طبعا في الكورس بتاعنا ده احنا مهتمين بتصميم المنشآت الخرسانية. خلاص يا هندسة، عموما خلاص زي ما قلت لك احنا حددنا المنشأ مثلا سكيلتون تايب ومنشأ سكني. وبالنسبة للارتفاع هو زي ما قلت لك هنا في مصر، يعني هنا في مصر هيفرق معاك. خلاص بصراحة يعني هنا في مصر هيفرق معاك الارتفاع، حتة ايه هصمم زلازل ولا مش هصمم زلازل. تمام، طبعا الكود المصري قايل لك لغاية 12 متر ما تصممش الزلازل، بس احنا على ارض الواقع 5 ادوار. تمام، بره مصر في السعودية مثلا الارتفاع مش هيفرق قوي، يعني الارتفاع مش هيفرق قوي. خلاص ليه؟ لان انت كده كده هتصمم منشأ على زلازل. اللي هيفرق في موضوع الارتفاع ده في السعودية ان مثلا لو المنشأ من دور لثلاثة مثلا او من دور لخمسة حتى، انت مش هتحط حوائط قص، يعني الاعمدة تقدر هي تتحمل القوة الزلزالية، تكون يعني قوة صغيرة. تمام يا هندسة، فده اللي ممكن يفرق معاك في الارتفاع. ولكن يعني من الاخر الارتفاع يعني اقدر اقول لك سواء جوه مصر او بره مصر يعني بيفرق، يعني كده كده يعني مثلا زي ما قلت لك هنا لغاية 5 ادوار في مصر مش بنصمم على زلازل. طيب لغاية 5 ادوار بره برضو انت هتصمم على زلازل، اه بس احنا عارفين الاعمدة بتكون مسيفة على احمال الزلازل. يعني هو بس موضوع يعني ممكن اوقات ريسك كاتيجري، طبعا ممكن عمود ما يسيفش على احمال زلازل، ولكن في الغالب الاعمده يعني حتى لما نيجي نصمم فيلا كده في السعوديه لو هي دورين وملحق، طبعا لو هي دورين وملحق بتصممها حسب كود المنشات كود البناء السكني، في الغالب بتلاقي الحاله الكريتيكال على الايتاب هي الحاله اللي هي الالتيميت العاديه خالص، مش حاله زلازل ورياح يعني. خلاص تمام، زي ما قلت لك يعني الارتفاع هيفرق معاك، بس في ايه لو انت عندك منشأ مرتفع شوية هتبدأ تفكر في حوائط قص تقاوم القوى الجانبية، غير كده مش هيفرق معاك، أقل من كده يعني الأعمدة تكفي يعني. خلاص، مواد الإنشاء طبعا منشأ خرسان. خلاص يا هندسة، فلازم طبعا تحدد المعلومات ديت قبل إيه؟ قبل ما تبدأ. أنا هقول لك برضو نصيحة عشان أرتب دماغك من موضوع الارتفاع ده، أنت ممكن تلغي أصلا التصنيف ده خالص، تمام، وما يفرقش معاك في حاجة. وحتى لو أنت هتصمم برج إن شاء الله 50 دور ابدأ المشروع بتاعك بأعمدة بس، ما تحطش حوائط قص. تمام، انا دلوقتي عندي المنشأ اهوت في اعمده بس يا باشمهندس. تمام، المنشأ ده وليكن 15 دور او المنشأ ده 3 ادوار، انا رصيت الاعمده بتاعتي وبعد كده اخش اصمم على احمال الزلازل. الاعمده مسيفه اهلا وسهلا، مش مسيفه احط حوائط قص تبدا تقاوم لي، يبقى انا كده ايه ريحت دماغي من موضوع الارتفاع ده. خلاص، لكن انا شخصيا كمهندس رجل بدايه من 7 ادوار ببدا احط حوائط قص، اقل من 7 ادوار ببدأ أشوف الأعمدة اللي عندي تتحمل ولا لأ. خلاص، بس أوقات يا هندسة أوقات بتكون الأعمدة قادرة تتحمل قوة زلزالية، ولكن الأعمدة بتكبر معاك عن حد معين فتقلب حوائط قص، فأنت مجبر إن أنت إيه تخليها حوائط قص، ولكن أنت مش محتاجها، الأعمدة مسيفة ولكن أنت مجبر. زي إيه مثلا؟ في السعودية دلوقتي يقول لك زي ما شرحنا في محاضرة الأعمدة، القطاع يقلب حيطة لو ايه لو التي اكبر من 3 بي. يعني هندسة عمود 20، طبعا هناك العرض بيكون 20، 20 في 65 كده حيطة، فطبعا القطاع صغير جدا. فاوقات لو انت المنشأ بتاعك مثلا وليكن 5 6 ادوار، هتلاقي طبعا في قطاعات هتزيد عن الرقم ده، فخلاص هي قلبت حيطة وانت مجبر ان انت تخليها حيطة، فاهمني؟ ولكن انت مش حاطط الحيطة عشان تقاوم قوة جانبية، هي ممكن تكون يعني كبرت عن 20 في 65 بسبب الاحمال الرأسية. خلاص، طبعا الكلام ده هيوضح معاك اكتر ان شاء الله لما نيجي ايه نطبق ونشوف على المشاريع.